سفريه امريكا هتطير مني السنه دي لو سقطت في الترم ده. شرط ابويا ان انجح عشان يخليني اطلع عند خالي في امريكا. عليكوا على نجيبه، هي اللي هتظبطك. وبمناسبه ايه ان شاء الله؟ بمناسبه انها بترسم علي. تسمع ليا ازاي يعني؟ انا عرفت من لميا صاحبتها انها عايزه تتجوزك. يا نهار اسود، اقصر على نفسك لما اخش عليها. وانا هبص على واحده مجنونه زي دي ازاي؟ اسمع يا بولبي، مش نجيبه دي اسمها بيبدا بحرف النون؟ والبعيد حضرتك بتبدا بحرف النون. اوكي، تبقى خلصت يا معلم. مش فاهم. تقعدوا جنب بعض في لجنه واحده وهي تظبط لك الامتحان وهي هترضى تغششني. دي يغمى عليها من الفرحه لو طلبت منها اي حاجه، بس انت تسبل لها. اسبل لها ازاي يعني؟ احبها؟ لما يبقى جنبك موز زي ده في الامتحان يبقى انت اكيد عديت السنه دي يا معلم. سفريه امريكا ما راحتش عليك يا ابن المحظوظ. ايه ايه جيني، حد شاف نجيبه؟ وانت بتسال عليا ليه؟ عادي يعني، في متحف الكليه. اوكي ثانك يو. ايه رايك في المفاجاه دي؟ نبيل، انا شايفك مندمجه مع الكوتش، اندماج جامد قوي. مين ده؟ دماغ خفرع. خفرع؟ خفرع، انا زي اللي سمعت الاسم ده قبل كده. ايه ده؟ انت ازاي في كليه اثار ما تعرفش مالك خفرع بين الهرم الاوسط؟ ربنا يفتح عليك يا شيخ. بصي بقى، انا فتحت موقف موضوعنا وقلت لنا في واحده عاوزه تتجوزني. قالت لي لسه لازم تنجح في الاول وبعدين نتكلم في الموضوع ده. طب كويس، يعني هي ما عندهاش اي اعتراض، ايه المشكله؟ انجح ازاي بس؟ يعني سيبها على ربنا وعليا. تعرف يا نبيل، العلم هو الوسيلة الوحيدة الذي يرتفع بها شأن الإنسان إلى مراتب الكرامة والشرف. نعم؟ من دعائم الديمقراطية أن تعبر عن رأيك بحرية تامة. الكلام ده أنت جايباه منين؟ في ظهر أي كتاب من كتب الوزارة هتلاقي مكتوب إرشادات، دي مفيدة جدا، لازم تحفظها طم. يعني مثلا لو قريت الإرشاد رقم 9، التدخين يدمر الصحة ويبدد المال، أكيد ما كنتش هتدخن. وانا عمري قريت اللي في الكتاب لما هقرا اللي في ظهره. ده هم 10 ارشادات بس، تحب اقولهم لك تاني؟ ابوس ايدك، ابوس ايدك. خلاص ميرسي ميرسي، خلاص. ارشادات الوزاره يا نجيب، وعايزاه يخطبك. هو عايزاه يخطبك؟ عشان واحد زي نجيب يخطبك لازم تلفتي نظر يا نجيب. اعمل ايه يعني؟ يعني تعملي لوك جديد، تعملي ميك اب روش ستايل وموزه. يس، يعني احط له الميك اب عشان يتجوزني؟ ما انا بعد جوازها هشيل الميك اب. خلاص، يبقى هو كده اتدبس. اتدبس؟ بس انا ما احبش اضحك على حد. طب خلي بقى ارشادات الوزاره دي تنفعك. خلي بقى ارشادات الوزاره دي تنفعك. بس انت قلتي لي اقول له كلام البرا المقرر. كان قصدي كلام تاني خالص يا نجيبه. كان قصدي له كلام تاني خالص. كلام تاني خالص ازاي يعني؟ كلام منين؟ انا طول عمري ملتزمه بكتاب الوزاره. فاكس ده ينفع في الامتحانات بس، بس في الحياه لازم تستعيني بحاجات تانيه. حاجات تانيه؟ حاجات تانيه زي ايه؟
شاب اتخلق يعمل لي قلق. مش اي شاب اتخلق يعمل لي قلق. العسل حلو بس النحل بيقرص. العسل حلو بس النحل بيقرص. اللي يتهور معانا يتعور. اللي يتهور معانا يتعور. زي ما انتوا شايفين درسنا النهارده على البيراميدز، والبيراميدز حاجه ستايل قوي. السياح بيجي من كل انحاء العالم عشان يشوفوها ويركبوا الكامل والهورس ويعملوا سفاري. يس 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 يس. على فكرة انا اتخنقت وعايزة انتخ شوية. ايه ده؟ مين دي؟ دي مرموزيل نجيبة في توبيها الجديد. نجيبة؟ نجيبة! ما بتشتغليش ليه؟ حضرتك احنا مأنتخين شوية يعني. مأنتخين؟ مين اللي يقدر يقول لي ما هي أسباب اندلاع الثورة العرابية؟ قوم يا مأنتخ قوم. أصل عرابي كان معبي الشقة من خديوي وتوفيق، ولما اتخانق منه راح واخد قرص وطلع على قصر عبد الدين وقال له ما تفكك مني يا عم، ده احنا كلنا ولاد تسعة شرط البطة السودا، وعليا النعمة ما حد يعممني ولا يلوظنا بعد اليوم. نهارك اسود ومنيل. ايه ده؟ حضرتك قصده لانه زل ولانه استعبد بعد اليوم. أنسة نجيبة التزمي بكتاب الوزارة، أراضي يا الوز الخديوي. يس يس. ما تصونك شهر. اوكي اوكي. عندي في البيت. اوكي انا هاجي عندك البيت بكره. يا حفله كده صغيره بمناسبه ارتباطنا. واو يس. ممكن اجي معايا حد بكره؟ اوكي قوي. اوكي سي يو. باي باي. يس كول مي. اوكي اوكي. هاي دات. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا يا بنتي. ايه ده طرح فيك فوقيه؟ مين دي؟ صاحبة نجيبة؟ سلام تشوف يا متولي، دي نجيبة نفسها. نجيبة بنتي؟ اه. لا والله. ربنا. نجيبة! أنت يا بنت الكلب! يس دات! وأنت يا بنت اللي نزلت من العربية اللي وقفت قدام البيت دلوقتي؟ يس! ومين الواد المسكليت ده اللي وصلني؟ أنت في الكلية دات! نعم يا أختي، أنت مهنية إيه؟ زميلة في الكلية دات! وإزاي تسمح لزميلك إن هو يوصلك وقت متأخر زي ده؟ أوه بقول لك إيه يا ميتو؟ كبر الجمجمة وفكك من اللبش ده. يس ايه في كلمة اللبش يعني؟ يعني روق نفسك. اشوفك في بيت العدل يا نجيبة يا بنتي يا رب. اشوفكم بيت الاشواح ان شاء الله. بنت نجيبة انت بنت انت يا بنت كنت فين لغاية دلوقتي مع الواد اللي مش كويس ده؟ طيب في الديسكو دات. ديسكو؟ يس. ايه الديسكو ده؟ ديسكو مكان يسهرون فيه يركسون يسكرون يرتكبون الرذيلة. الله أكبر. هي وصلت الرذيلة. طب أنا هوريكم الرذيلة. روح يا رب بس يا أنا بقول لك.
لكم هنا بقى، وروني هتخرجوا ازاي، ومش هفكني من اللبش، ومش هكبر الضمومة. اتجوزنا وخطوبتنا. ايه رايك بقى نقضي شهر العسل فين؟ كوبا او ماليزيا؟ كوبا ولا ماليزيا؟ وممكن جمصة، بيقولوا شاليهات هناك جامده جدا، بس هو الناموس. ناموس؟ نجيبه انا خايف ان الحلم الجميل ده ما يتحققش لو ما نجحتش. ان شاء الله هتنجح، مش هسيبك. كل الاسئله ها؟ ياه شهور الاجباري والاختياري. طبعا طبعا. ايه الصوت ده؟ في صوت. ده هي نجاح التسليم ورا بعض. انا ورقتي بيضا. ثانية، فاضل بس السؤال التالت وخلصوا على طول. ثانية اي حاجة. احنا عايزين مقبول بالعافية. طب اكتب عندك أول سؤال. تعتبر الملكة يا حطب هي الملكة الأم للأسرة الرابعة. اكتب. نجيبة أنا مش فاهم ولا كلمة منك. اديني شكلي كده غصب. بصي مش خلصتي؟ هات الورقة بتاعتك كده. نو. خدي الورقة بتاعتي واكتبي لي فيها اللي هتضيع عليها. يلا. انا بس عشان الحلم الجميل ده يتحقق. بص عليا انت كمان، بص قدامك. استغفر الله العظيم. ايه ده؟ اكتب اسمك ورقم جلوسك ليه؟ اكتب اسمك ورقم جلوسك. اللي ناسي يكتب اسمه يكتبه. فاضل خمس دقايق وهنلم الورق. انا خلصت. غلط على فكره. الوقت خلص، الوقت خلص. أنا مش قادر أصدق
هو اللي حصل ده حصل بجد ولا انا بيتهيألي؟ نجيبة الفلتة تسقط ازاي؟ ده اكيد كابوس يا فوقية، الاولى على الثانوية العامة تسقط وفي اول ترم. مش ممكن مش ممكن، ده انا مراجع لها الكتاب كله ليلة امتحان وكانت حافظاها بالحرف وبالكلمة. طب ازاي ده حصل يا ناس؟ ازاي ده حصل؟ تسكت بقى يا متولي، البنت قافله على نفسها طول النهار، انا خايفه تعمل في روحها حاجه. ما بتردش عليا من الصرمه، والله لبتك بتكزمه لما اشوفك. واحد الله يا اخويا بس امال كلك لقمه وبكره ربنا يعديك. ومين اللي نفسي يشرب ولا ياكل بس؟ لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم يا رب. ليه كده يا بنتي؟ ليه؟ الو نجيبة. مبروك يا ابو الكباتن، مش كنت تعزمنا؟ معلش نجيبة، اصل I was very busy. انت ما تردش على تليفونك ليه؟ بقالك 10 ايام مختفي. اصل ايه؟ قصدك قله الاصل. نجيبة ارجوكي، انا بتكلم معاكي بعدين واشرح لك كل حاجه، اوكي؟ تشرح لي؟ انت صدقت ان انت طلعت الاول ولا ايه؟ حضرتك جاي امتى ان شاء الله؟ اجي فين؟ تيجي عشان تتقدم لي، عشان تخطبني، مش ده كان اتفاقنا؟ ها طبعا اوف كورس نجيبه، اوف كورس اوف كورس منوره. هاي نجيبه بيبي، انا زعلت قوي لما عرفت انك سقطتي السنه دي. هارد لك، نو بروبلم، يو كان دو ات. نو بروبلم، اهم حاجه بس النبيل ان هو نجح وطلع الاول. ديفينتلي بيبي. او ماي جاد، حرام، انت ما تعرفيش ان انا ونبيل اتخطبنا؟ ايه يا بيلو، انت ما قلتلهاش ولا ايه؟ لا اصل انت سافل وواطي وحقير وانا هطلع عين اهلك. او ماي جاد سوري يا بيلو، اصل هي طلعت بيئه طحن. اوه انا بيئه، انا بقى هوريكوا البيئه. يس خالد ابو سيف، المنسق العام لحركه خنقتونا. ها خنقتونا يا باشا؟ انت بتقول ايه يا كابتن؟ لا خنقتونا مش سعادتك، لا لا ابدا، خنقتونا ده اسم الحركه.
اسم الحركة. وعايز ايه بقى يا عم الحركة؟ كنا عايزين تصريح سعادتك. تصريح بايه؟ تصريح عشان خاطر نقوم بمظاهرة. لا يا راجل. طب بتقول كده من الصبح. تصريح عادي يعني تمشي في الشارع في مظاهرة. مظاهرة طبعا. وتهتف. نهتف طبعا. والناس تمشي وراك. لما بقى. عشان تبقى في السليم يعني. يعني عشان خاطر يبقى كل شيء قانوني. طب يا حبيبي التصاريح اللي بتطلع من عندي من هنا من الاسم تصاريح دفنة. قوم يلا روح اقف هناك. بالنسبة للحركة. اقف هناك يلا. خلاص بالنسبة. قوم يلا. الله يكون في العون يا فندم. اقف هناك. اتفضل اما تشوف اخرتها معاكم. تعالوا. وايه دول كمان؟ تمام سعادتك يا باشا. دول خناقه يا فندم، كانوا سكرانين سكر بين يا باشا، فضلوا يطحنوا في بعض على المركب لما كسروا حتت. يا اهلا وسهلا. هاي. هاي. يا. حلو قوي. لما انتوا طلبه جامعه ومستوى هاي، ايه اللي يخليكم تعملوا في بعض كده؟ عاملين لي فيها بلطجيه؟ بالذمة ما انتوش مكسوفين على دمكم؟ لما انتوا تعملوا في بعض كده سبتوا ايه للصيع والمتشردين بتوع الحواري؟ نو بتاع الحواري انضف مني من سيادة الظابط. اخرس انت يا باربي. نو هانا مونتانا. اهلا وسهلا يا حاجة هانا. نو 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 نجيبة متولي الخولي. ما انا عايز افهم بقى انت هانا ولا متولي ولا الخولي؟ انت نجيبة متولي الخولي؟ يا الاولى على الثانوية العامة؟ يس 101%. لا انا مش مصدق نفسي. مالك انت وانت المتحدث الرسمي باسمها يا باشا؟ دي نبغه من نوابغ مصر، دي دي دي, دي كنز لا يقدر بثمن. وبعدين انت فاكره ان احنا اجيب لكم شجره واتنين ليمون بالمره بتوع ايدك يا يا باشا؟ احنا التقينا قبل كده في صباح الخير يا مصر. اوه اي نو. فاكره ولا مش فاكره؟ يس. ايوه طبعا. وبعدين انت كنت في الفقره الاولانيه وانا في الفقره اللي وراها عايز اسجل واقول شعر. اصل شعر الفقره الجايه بقى ان شاء الله هتسجلوا انتوا الاثنين في خلف الاسوار. فعلا كده. انت منين يا بت؟ من بين السرايات. بين السرايات ومقضيها واو وياس ونو واو. انت الاولى على الثانويه العامه؟ يا yeah. لا حول الله يا رب. ولما انت الاولى على الثانويه العامه ايه الاستهتار اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ وايه اللي يلمك على عيال زي دي؟ وايه اللي يوديك اماكن مشبوهه وسهرات وخناقات؟ انت مالك؟ انا مالي؟ يا انت دي على الحبس. بالنسبه لخناقتونا. بالنسبه لخناقتونا بقى يا عم الخنقه. أيوه. انا احطك في اوضه الاكسجين عشان الخنقه. بس حضرتك اخلص. هاي. الا هاي 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 يا حبيبتي. تاخدي صاروخ وتعملي معايا نافوخ؟ سانكس. بقول لك سيبك منها دي سانكس ومانكس. سيبك منها خليكي معايا. ايه يا اختي؟ انا قلت له ما نطلعش المقطم. المقطم بقى لبش والحكومه هرشته. ما سمعش كلامي. انا مش عارفه ايه غايتهم في المقطم يا سماح. لا يا اختي ما هي الحاجات دي تحب المرتفعات. يا سلام. ايوه وبعدين ما تقلقيش ده يا دوب فعل فاضح في الطريق العام. يعني ما فيهاش اللي تأدب. لا ده انت كبيرك 3 اشهر وتطلعي ولو وكيل النيابه حنين هيديكي شهر بس. وبعدين يا اختي هي حبكت يعني في العربيه؟ ايه هي العربيه جديده وبيزفرها؟ قبل اللي فيها فتوات ده انتوا ليلتكم قصاده. هتبعتوا في الحبس لحد الصبح وهتلبسوا كرمشات كلكم وهتتعرضوا على النيابه. مقصاكم ايه؟ ايوه فندم. اهلا وسهلا سعاده الباشا. معقول يا فندم سعاده الباشا الكبير بيكلمني انا في التليفون شخصيا؟ دي فرصه سعيده جدا يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. تحت امر معاليك يا فندم. لا اؤمر يا باشا اؤمر. مين يا فندم؟ نبيل الصفتي. مين هنا نبيل الصفتي؟ ايوه انا. اتفضل 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 يا بلبل تعالى هنا يا حبيبي تعالى. لا يا فندم تحت امر معاليك يا باشا. لا يا باشا ده حاجه بسيطه والله يا فندم. ما نعرف ما بلغنيش يا فندم سعادتك. لا تحت امرك يا باشا. تحت امر معاليك يا فندم. تحياتي يا فندم. ايه يا بيلي؟ مش تقول يا عم كنا حتى عملنا لك الاسعافات الاوليه يا اخي. يا سولفر غالي. افندم صلاح باشا. نقي لي انضف بوكس عندك في الاسم وخد البهوات توصلهم لحد البيت وتاكد انهم طلعوا السلم. انضف بوكس يا باشا. اتفضل. اتفضل يا باشا. والله هو حضرتك نسيت نجيبه اولى الثانويه العامه. ايوه نازل معاهم نجيبه الاختبار الجديد بتاعت الثانويه العامه. اتفضل. حاضر. اخرس بقى يا عم خنقتونا.
انتوا محبوسين ليه يا عفاف؟ اداب. واو، يعني احنا زملاء. انا اثار. اثار بتحب المناطق الصحراويه اكيد، قفشوكي في الهرم. ايه الاسلوب البيئة اللي حضرتك بتتكلمي بيه ده؟ ايه يا مامي؟ ايه يا تيزر؟ ايه يا داجي؟ ايه يا حبيبتي يا بيئة؟ لا، لما روحك يا عفاف وانت وسماح، واللي يعمل لي قلق لسه ما اتخلق، واللي يتهور معايا يتهور. بس يا حمد، بس يا حمد، نجيبة متولي الخولي. افراد اوانك ان تحد الحد يا بلدي، ما بين الحق والبهتان. وريتك تعالى يا بلدي، وريتك تعالى يا بلدي، ما بين الحق والبهتان. يعني انت يا نجيبه من الطبقات الكادحه؟ يس. اللي زي حالتنا يعني، اللي لولا مجانيه التعليم اللي بيهاجموها دلوقتي ما كانش طلع واحده عبقريه زيك. للاسف كل حاجه بالفلوس، حتى التعليم. عشان كده ما تلاقيش رمز حقيقي، كل الرموز الحقيقية في كل المجالات ما بقتش موجودة. صح، انت كلامك صح يا أستاذ خالد. أنا عايز أقول لك مثال. يعني لو واحد اتولد في قصر وواحد اتولد في عشة، مش لازم الاثنين ياخدوا فرص متكافئة؟ طبعًا. ساعتها هنحقق إيه؟ إيه؟ هنحقق إيه؟ هنحقق إيه؟ العدالة الاجتماعية. يس. أنا عايزك تسمعي دي. دي دي ايه؟ مقطوعة شعرية من إلهامك انتي، مش من إلهامي أنا، من وحيك انتي مش من وحي أنا. عامل وفلاح ومقهور، تعرفني من طيني، بردان في عز الشتاء يا حكومة غطيني. بس الحكومة بقى سرقت بطاطين. أنا مصري؟ أنا مصري؟ مصري؟ ولا عراقي؟ ولا 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 فلسطين؟ مين دول؟ ما رأيك؟ دول الجماهير العريضة والجموع الغفيرة اللي محدش حاسس بيها. أنت معايا يا نجيبة؟ شو؟